رغم القرار بأنه لن يتعامل معه. الآن نرى صاروخا من قطاع غزة، رشقة صاروخية، صاروخان على الأقل أطلقا من قطاع غزة. لا نسمع أصوات القبة الحديدية في هذه المنطقة، ربما تكون رشقة بعيدة المدى، ونرى أنها انطلقت من مناطق قريبة من المناطق التي تشهد اشتباكات، رغم أن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن هدف تقدمه الآن صافرات إنذار في الضواحي الجنوبية لتل أبيب في منطقة ريشون لتسيون، وهي الضاحية الجنوبية الشرقية لمدينة تل أبيب. إذن رغم الاجتياح البري للقطاع، ورغم أن الاحتلال يقول إن هدف الاجتياح البري للقطاع هو أيضا الحد من إطلاق الصواريخ، لكن نرى أن الصواريخ هذه مستمرة، وبحسب ما نرى على الشاشة هي قريبة أطلقت من مكان قريب من الاشتباكات الضارية، أو على الأقل من الأمكنة التي شن عليها الاحتلال الإسرائيلي خلال الوقت الماضي غارة من قطاع غزة.